يا عمو قديش صار لك بالاكل؟ سبع ايام. قول والله العظيم. والله العظيم. قديش صار لك بالحليب؟ اكثر من شهر، 12 كامل فيها مره. هلا شو عم تشربي لكان؟ مي وملح. بسبب حالة الأغماء، حالات العياء، سوء التغذية الشديد اللي عم تعاني منه الناس هون، عم نضطر نعلق سيرومات، نعطي شوية شرابات، أي شيء ممكن يرفع السكر عند الناس هون، لأني أحيانا بيكون صلن يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام بالأكل. حتى في أطفال رضع ما عم نلاقي وجبة حليب نطعميهم إياها هون. يوم 5/1/2016 أطفال مضايا نتيجة الجوع.